كبير، ودي حاجه لان يعني الناس اللي لما بتنظم مصر بطوله فالافارقه كلهم بيبقوا مهتمين يشاركوا. امبارح نادي النصر الليبي خارج عن ارادته، المطار اتقفل ومنع من السفر من الهيئات السياسيه بتاعته، فما نقدرش نقول ان هو امتنع. ما فيش الا النادي التونسي بس والنجمه اللي هو النجمه الساحلي، ما نعرفش ايه الاسباب، لكن الاعداد كبيره، واعتقد ان ده حاجة مؤشر كويس ان لما يبقى 24 فريق ده مش حاجة قليلة يعني. اعتقد كابتن عاصم والفرقة عندها من الخبرات اللي هي تختزل بسرعة الاحباطات. هي طبعا مش عايزة كلام منها، ما نقدرش نضحك على نفسنا، عدم التوفيق بيصيبهم بنوع من الزعل شوية، هياخد وقته، لكن هي الرياضة فيها فوز وعدم فوز، وده وضع طبيعي يعني. اللي كسب واحد مصري، ودي حاجة برضو يعني تهمنا. الشكل كان كويس، صحيح المستوى الفني لم يرقى إلى المستوى الطيب لأن الشد العصبي كان زيادة شوية، لكن في الآخر هي دي الرياضة.